أعزائي المشاهدين مشاهدي موقع جريدة أهل مصر في كل مكان، معكم من محافظة الإسماعيلية مراسلكم مصطفى كساب. إحنا النهاردة من مدينة التل الكبير، أول مدن محافظة الإسماعيلية. النهاردة معانا طبعا الدكتورة أسراء والدة المجني عليها، اللي طبعا سيدة الأزهر كما لقبوها بعض وسائل الإعلام. يعني النهاردة الدكتورة أسراء وأسرتها ارتاحوا بعد خبر تأييد حكم الإعدام. أهلا بحضرتك يا دكتورة أسراء على جريدة أهل مصر. قولي لنا النهاردة إيه اللي حصل؟ الحمد لله النهاردة كانت ثالث جلسات الاستئناف، كانت أول جلسة يوم 1/10/1/9 وتأجلت عدم حضور المتهم من 5/10، وبرضه 5/10 تأجلت عدم حضور المتهم للنهاردة من 9/10 من الساعة 10 الصبح واحنا قدام مجمع المحاكم في الإسماعيلية. طبعا المتهم كان موجود، تم في مقهى ما بيني وما بينه شفته. أول ما شافني حزن عليا، اللي حسبي الله ونعم الوكيل، كنت معرفش إن أخوك مين اللي اتحزن عليا. سيادة القاضي سأله أنت ارتكبت الجريمة، أنكر، قال ما حصلش يا فندم. بعدها بخمس دقايق المحامي بتاعه حاول يخفف الحكم عنه، وقال ان هو كان داخل يسرع او يخبط حتى ويمشي، مش متقدر القتل. فيعني كلامه كان متناقض، كان كل امل في ربنا طبعا اول حاجه، وفي القضاء المصري ان انا ان شاء الله هرجع النهارده مقبول للقاضي. انا ارتضيت القضاء من اول يوم والحمد لله القضاء مصطفى. تم الحكم النهارده باحاله توريعه للمخفي للمره الثانيه، هيتم احاله توريعه في الدرجه الاولى للمخفي الجمهوريه، تم تاييد حكم الاعدام بعد صدور قرار المخفي. النهارده تم احاله توريعه للمخفي للمره الثانيه، وهيتم ان شاء الله على شهر 11 لسه مش معرفش امتى بالظبط هيتم تاييد الحكم عليه بعد صدور قرار المخفي. دكتورة أسراء، انت طبعا والدتك وكنت متأثرة عليها جدا. طبعا مفيش بعد الأم مصطفى، يعني والدتي اتوفت بطريقة بشعة، تفاصيل الجريمة مرعبة. ده مش بني آدم، ده شيطان في صورة بني آدم، ده واحد. تفاصيل الجريمة مرعبة، تفاصيل طبعا مرعبة. ممكن أنا عارف إن حياتك متأثرة جدا، والنهاردة طول النهار في قدام المحكمة وفي المحكمة وعانيت كتير. الحمد لله. عايزين بعض من التفاصيل. هو يوم الجمعة 4/8/2023 والدتي كانت لوحدها في البيت وقت صلاة الجمعة. هو كان قبلها بيومين، كان يوم 4 كان راكب مع والدتي مواصلات وهي راجعة من الشغل، فسمعها وهي بتتكلم في التليفون بتقول إن هي قابضة جمعية وهتسلمها لحد يوم الجمعة بعد صلاة العصر. فهو فضل مراقب البيت لحد ما اتأكد إن البيت بقى فاضي على ماما. إخواتي وبابا راحوا صلاة الجمعة، خبط الباب فتح الباب دخل طلب من والدتي كوباية مية يشرب، والدتي بدأ الأول في الحيطة. هو طلب من السيدة الوالدة إن هو يشرب الأول ولا كوباية مية ورقم تليفون أخويا، بس ما طلبش منها الفلوس نهائي. هو داخل البيت وعارف إن ماما لوحدها في البيت، يعني هو عارف كوباية اللي هي الست لوحدها في البيت، فهتسرق إزاي وهي عاجباك؟ مع كده هتقتل كوباية نيلة. بدأ بالاعتداء عليها، أي حاجة كانت موجودة في الصالة ضربها بيها، كسر على دماغها كرسي. الكرسي الأول كرسي، بعد كده كل من المية، كل من المية، بعدين سحلها في الأرض وخبط دماغها في عتبة المطبخ كذا خبطة. بعدين كان قدامه مفتاح أنبوبة مسكه ضرب ماما بيه ثلاث مرات. كل ده عشان ولسه كمان طعنها بالسكينة ثلاث طعنات، والطعنات ما نفذتش فرفع هدومها عراها وطعنها طعنتين دول اللي نفذوا. كانت منتقبة، ودي كانت منتقبة للأسف عراها. وبعدين شتمها، قالوا ان هي لسه عايشه، فشال الانبوبة وخبطها على دماغها بيها ثلاث مرات. التفاصيل بشعة، والأبشع من كده ان هو بعد ما عمل كده والدتي دور على الفلوس، ما لقاش غير 300 جنيه اخدهم وغسل كل حاجه قبل ما يطلع من البيت، غسل ايده وغسل كل حاجه مسكها، يعني كل ادق ادق التفاصيل عملها. وراح على شغله عادي وروح بيته عادي ونام عادي. لحسن حظنا ان في واحده شافته وهو طالع من البيت، راحت قبل المباحث والضجوج واعترف. واحده جارتنا شافته وهو بيجري ورا البيت في الواقعه، اعترف ومثل الجريمه، والحمد لله تم صدور الحكم عليه درجه اولى في محكمه التل الكبير باحاله توريعه للمفتي، وتم تصديق قرار المفتي باعدام مشرفه. النهارده كان ثالث جلسه استئناف، والحمد لله برضه تم احاله توريعه للمفتي المره الثانيه، وان شاء الله يتم تاييد حكم الاعدام عليه وفي انتظار النقد ان شاء الله. بعد ما يعني اتحكم عليه بالاعدام ثلاث مرات كده،
انت واخواتك حاسين بايه؟ احنا طبعا طول فتره فاتت بنتعرض لتهديدات من اهله، بيقولوا ان ابنهم ما عملش حاجه وكل ساعه ابنهم قاعده في السجن بحساب. ضغط نفسي رهيب، احنا عايشين في ضغط نفسي وتهديدات وخوف وقلق. النهارده حسينا الى حد ما ان احنا ارتحنا، مش هقول ارتحنا كليا، لا احنا مش هنرتاح غير لما يتفهم ويتم تنفيذ حكم الاعدام عليه، بس الحكم اسلط صدورنا حتى لو بشكل مؤقت، ان لا في عداله موجوده، في محكمه موجوده، حقنا مهما طالت المده حقنا راجع ان شاء الله. دكتور اسراء، عرض عليكم مبالغ من المال؟ طبعا عرض علينا مبالغ ماديه في الاول، اللي عرض 2 مليون، وانا طبعا قلت له ملايين الجنيه ما تكفينيش. عرض 2 مليون لدم والدتك ورفضته كله؟ طبعا رفضنا، دم ماما ما يتساويش بملايين الدنيا والاخره. بعد ما رفضنا قالوا خلاص احنا ورق ابننا من مليون ل10، وابننا ما حدش هيقدر يمس شعره منه. فهم ناس بيهاجموا القضاء، ناس بتهاجم المحكمه، بيقولوا ابننا لو حصل فيه حاجه ولو تنفذ فيه الحكم هنعمل ونسوي، هتعمله في مين؟ ما الحكم الحكم القضاء، هي القضاء العالي هو اللي حكم. القضاء العالي احنا ما قبلنا وبنت القضاء، والقضاء حكم يعني، فهتاخدوا حقكم من مين؟ من المحكمه؟ معرفش بصراحه. مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله قضاء مصر محافظي، وفي انتظار ان شاء الله جلسات النهارده الحكم النهائي. المتهم تغيب عن الجلسه الماضيه؟ تغيب جلستين، لم يحضر المتهم جلستين، جلسه 1/9 وجلسه 5/10، لم يتم حضور المتهم. ما حضرش. يعني انا كنت يعني هو نوع من انواع المماطله، نوع من انواع المماطله، بس انا نفسي طويل، انا قلت لهم انا نفسي طويل، ما بخافش، ما بتهددش، ما بعملش، حقي هاخده بالقضاء، بعد شهر بعد اثنين بعد ثلاثه هاخده بالقضاء. الحمد لله قضاء مصر رصفني، وان شاء الله ينسفني للنهايه لحد ما تبقى ان شاء الله. ان شاء الله دكتور، وقلوبنا معاكي. شكرا، يعني حابه اشكر الاعلام المصري بجد، واقفين في ظهر الحق، وربنا يجعلكم دايما صوت للحق وصوت للمظلوم ان شاء الله، ونصر المظلومين دايما يا رب. شكرا حضرتك، وان شاء الله ربنا ينصرك ويكمل ان شاء الله، ينصركم وحقكم راجع، حق والدتك ان شاء الله راجع باذن الله، وكل اسماعيليه متضامنه مع الدكتوره اسراء ومع اشقائها ومع زوجها العزيز، ان طبعا ربنا ينصركم، ان طبعا سيده الازهر كما لقبت على وسائل الاعلام ان هي سيده الازهر، كانت موظفه بالازهر فعلا، موظفه في الاوائل في الأوقات. تمام، شكرا حبيبي دكتور أسراء، شكرا.